في لحظة سيتوقف عندها التاريخ، وفي إجماع نادر لمجلس الأمن، ومع غياب للفيتو الأمريكي الذي اعترض من قبل 33 قراراً بشأن فلسطين، سجلت القضية الفلسطينية انتصاراً استثنائياً، حيث طالب مجلس الأمن الدولي المحتل الإسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني في خطوة تعني رفضاً دولياً قاطعاً للاحتلال وتبعاته. الرئاسة الفلسطينية اعتبرت القرار صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن فرض الأمر الواقع الذي يريده الاحتلال أصبح باطلاً، والطريق إلى السلام لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. أما عن رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد كان الاتهامات لإدارة أوباما بالفشل في حماية إسرائيل، بل واعتبر عدم استخدام واشنطن للفيتو تواطؤاً، معلناً رفضه للقرار. ردة فعل متوقعة من الاحتلال، لكن ماذا عن أهمية إجراء مجلس الأمن؟ وكيف يؤكد عزلة إسرائيل؟ وهل يمهد القرار الطريق أمام مزيد من الخطوات الفلسطينية ضد الاحتلال في المحافل الدولية؟ وماذا عن مستقبل عملية السلام، خصوصاً في ظل اعتبار ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب أن القرار يصعب جهود التوصل إلى التسوية؟